ذكر مصدر رفيع المستوى أن العاصمة المصرية القاهرة ستشهد اليوم مباحثات موسعة بين الوفد الأمني المصري ووفد حركة حماس. وكان المسؤول في حركة حماس سامي أبو زهري أشار إلى أن الحركة أكدت للأشقاء في مصر وقطر أنها جادة في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار جديد، وأضاف أن الحركة لن تستسلم أمام أي ضغوط أمريكية في هذا الشأن.